برنامجنا ساخر مع أن الواقع أصبح شد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدور لي على عمل. أي شخص بيتفلسف ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له شش ولا نخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش أي حد يجي يقول لي إعلام حربي يا جماعة، أبدا، هذا تخصص عندهم فن احتكار. ها مو الدنيا لعبة؟ لعبة هي حرب حرب، أشقيف ونضيف من شيخ وطرف. حتى لو كان الضحايا جمهورك ولو يصيبهم بعد راجع الخرط عادي. ماني بالي ماني بالي ماني بالي، أهم شيء يشعر المشاهدين بالشخوة والكرامة. كان مليئا بالتحصينات العسكرية التي شاهدناها قبل قليل، الكثير من المدرعات والدبابات والأطقم العسكرية. بعد ما تشوف هذه الحاجات على قنوات القراف والضاحية الجنوبية ترجع تدعي أخواننا في السعودية تقول أوه مساكين السعودية وقيزان ونقران وعسير، رجعت أماكن غير صالحة للعيش. وأخيرا الرياض، الرياض بعد الأسكوت خلاص خلاص راحت، الزقاق كله راح، برج المملكة قالوا راح، الفيصلية قال راح، مش عارف ايه، اكيد اكيد نزلوا منه. ومساكين اهل الرياض كنتكم تعرفوا بالحمام، ما فيش معاهم لا زقاق ولا كهرباء ولا مي ولا ثلق. يقتلها معدناو. اعرف واحد صديقي فقال لقيته يقول لي يا ليتنا عماني. قلت له خير يعني، ليش بالضبط يكون عماني؟ قال ايش تسوي مبادرة حال سلمي كذا، انقذ الشعب السعودي الشقيق من الضربات الحيدرية وافعل خير برمضان كمان، مهما كان دول اخوان. طيب اخوان بتخون شراكة ونحن لا يعني؟ في الحقيقة انا اعتقمت، خلاص الان اعتقمت، انا اعتقمت. طيب 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 رجعنا ولا نقص. المهم وسط هذا الجو الحماسي وغمرة المعركة الوجودية والشباب في قناة المسيرة مقطعين أنفسهم، أحس أنه يرقدوا ويقوموا على جرافيك تصوير ميداني ونشرات وتغطيات مستمرة واختلاق أخبار وانتصارات، وخلصوا على الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. فجأة يجي تقرير كذا من قلب الرياض، يا إلهي خلاص خلاص وصلوا، راشد الماجد بيغلب الزوامل من بكرة. وش اسمع. تبلغ فيها درجة الحرارة معدلات عالية كما هو الحال في السعودية، تزداد حاجة الصائمين للثمار التي تعينهم على تحمل العطش، لذا يقبل السعوديون والمقيمون في المملكة على شراء البطيخ. بطيخ بطيخ والمملكة كده عادي في المسيرة كمان؟ أنا حقيقة بدأت أشوك، بس مسكت أعصابي وقلت الصبر. طيب الحرب خدعة، الحرب خدعة، أكيد في شيء. التسوق في شهر رمضان المبارك وتأمين مستلزمات الإفطار تعتبر روتيناً يومياً لدى سكان العاصمة السعودية الرياض، الذين يخرجون في أوقات مبكرة لشراء الأطعمة والفواكه التي تعينهم على الصوم. يا جماعة هذه تأكد لنا دي المسيرة ولا ام بي سي؟ عجيب العاصمة الرياض كذا عادي ولا مسكوا المذيعة واعتبروها بتوزع شرائح كأنه. المهم انا شكيت انه تردد القناة اخترق، قلت انا اكيد تردد القناة اخترق، قلت اروح اشوف يوتيوب وقناتهم هناك. اوبا الا وهي الا والله وقرن الشيطان سينكسر، هاشتاق ونفسه والاخت تقول يتسوقون سكان الرياض. سكان الرياض ما قالتش الدواعش. ويمثل البطيخ مقسطا يوميا للصائمين ويشترون انواعا متعدده منه، اضافه الى الفواكه الاخرى مثل البرتقال التي تساعد على تحمل العطش ايضا. ويمثل البطيخ وبعد الاسكت بطيخ والنجم الثاقب ودق القواعد والمواقف وبعدين يمثل البطيخ. مين بيمثل بالضبط وعلى مين بيمثل وليش يمثل وايش اسم المسرحيه؟ بطيخ يا مسيره. ناخذ اغراضنا من الشمام ومن البطيخ. بطيخ؟ بعض الاغراض في داخل السوق. فسبحان الله العظيم وجدنا الاسعار هي نفس الاسعار السابقه، نفس الاسعار اليوم، اسعار الامس. اسعار حلوه. خفضت التخفيضات طبعا في شهر رمضان. لو في تخفيضات رمضانيه كمان. عشان الزباين، عشان الحبحب يمشي ونجيب جديد وزي كذا. تشتتوا في كذونا يا مسيره انتم، خلاص شتوا في كذونا تخلوني ارجع البيت.
تشتقوا روحوا قلوب الشعب العزيز الكريم الصامت ولا ايش؟ مش احنا بحرب مع ذولا، يعني عاد نحنا بحرب وعندهم حرب، لو على صواريخنا اقوى انتم تعرفوا سكود روسي واصلي مش اي كلام يعني، وعاصفة حزم وعادة امال، والسعر عندهم ما تغيرت، ما تغيرش السعر، لو تخفيضات كمان، تخفيضات رمضانية، لا قصف عمرك يا حوتي، لا 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 جديد سنك التمر، قصف عمرك يا حوتي، قهرة شرعة ايوه، يقول لك في قناتك يا قاهرة شرعة انه البطيخ في الرياض بنفس السعر لا وتخفيضات كمان، ويقول لك في قناتك يا قاهرة شرعة الناس في الرياض يتسوقوا ويقول يعني ولا كأنه في حاجة عادي، ويقول لك في قناتك يا قاهرة شرعة ولا كأنه في حرب في بلادهم، في حرب احنا مش لاقين مي 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 يا قاهرة شرعة، مويا 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 ما في مويا، نشتي ما نشتي نشرب نشتي نصطاد نشتي نعيش، احنا مستمرين بحروبات ولا بفتوحات، هذا شيء لهم يرجع ما يقوم هلا كامل سرعي حارب في شعبه انا السعودية ما قد استري وفر لنا دبل ما دبلنا نشتري، يقول لك في قناتك والدفس بأمنا حال معاهم من 3 إلى 4 أشهر لا خلت ولا بقت من ثاني أسبوع، ما عاد فيش لا أسواق ولا اقتصاد أصلاً ولا بطيخ حتى. وكما تزدحم المائدة السعودية الرمضانية بمختلف أنواع اللحوم والخضروات والحلويات، حيث يجتمع أقارب وأصدقاء على موائد الإفطار الجماعي في شهر الصوم. أنا بنقلب خلاص يا خلاص يا أخي ارحموا الشعب الناس يا أخي، شوية مراعاة لمشاعر الشعب اليمني العزيز الكريم، تودف بأمهم وتدخلهم في حرب وتحاصرهم من 3 أشهر في تعز وعدن وتموتهم جوع، وتروح تسوي مناورات جنب السعودية وتتهدد وتتوحد وتخصف وتسبب في حصار لكل البلاد وتغلق منافذه، وتجي في قناتك في قاهرة شرعة وتقول للشعب أنا ستعمل الخبز والحبة الزبادي تزدحم في المائدة الرمضانية السعودية بمختلف أنواع اللحوم الرطب والفواكه، ونحن مساكين الله مش معنا حتى الزبادي، يعني اللي سلام من الكاتوشة والهاون الراقع والحصار تشتيه يموت فاقد قهر خلاص يموت انهيار عصبي، وكمان تسبوا اللي راحوا الرياض وخونا عملاء لا بيحبوش الوطن دولة باعوا الوطن باعوا البلاد باعوا العرض باعوا العرض، ملهات لهم بطيخ بلاش لحوم ومواد عامرة. يوميا قبيل غروب الشمس تفرد مجموعة من العمال موائد جاهزة على الأرض ويضعون التمر والبرتقال واللبن والأرز والماء لمن يتناول الطعام في إفطار جماعي بالمسجد، حيث الدعوة مفتوحة لمن يريد لتناول الطعام وأداء صلاة المغرب. ملبس بس حرام ملبس حرام خلاص ما عادوش تغريدة في المثايقي تاخده تفصيلي حارق خارق حارق قلوب خارق للآذى، والشعب تعبان يا عبد الملك الحوثي والله تعبان، وانت قلت نكبتوا 100 سنة قدام مش ضروري تعذبهم بالتفاصيل الدقيقة، خافوا الله الحبة الزبادي في اليمن رجعت حلم، انت قاهرة شرعة في قناتك قلت تقول لهم انها بتتوزع مجانا في الدولة اللي بتحارب معاها، يعني بتحانك الشعب اليمني العزيز الكيوت الكريم ولا ناوي تموت اللي باقي القلطات خلاص باقي الا سكري وقلطة يا حلاوتك يا جمالتك يا تنحتك بس. وبعضهم الآخر يعود في الليل لتناول السحور على مائدة المسجد طيلة أيام الشهر الفضيل. فاصل قصير ونعود لنستكمل بقية محطاتنا. شفتوا الفاصل القصير؟ الفاصل القصير من البطيخ والموائد العامرة والزبادي اللي ببلاش إلى الدمار والخراب وقرن الشيطان سينكسر، قسماً بالله يا قاهر شرعة ما شيطان لا أنت ولا انكسر إلا حاضر ومستقبل هذه البلاد بسببك، أدخلتم البلاد أنت وعفاش في حربين داخلية وخارجية ودمار وخراب وموت وقرائم إبادة، وجيت تكلمنا عن البطيخ وتطلع فاصل، انت اكبر فاصل حضاري فصلت اليمن عن زمنه وعن محيطه وجيرانه واهله وعن العالم كله، انت فاصل قبيح قبيح قبيح، فاصل موت فاصل دمار فاصل هنجمة كذابة فاشلة لا عمل لي ولا مستقبل، وبعد 100 يوم حرب الناس عندهم تخفيضات بالبطيخ وانت طلع لنا بخطاب صوتي
تبشر بالنصر، خلاص انتصرنا، النصر ولا الهلال. هيا ولا نفس، نشوفكم مع بطيخة جديدة. السلام عليكم.